للحديث عن مستجدات ثورة تشرين معنا من بغداد الناشط في التظاهرات السيد إياد الرومي. سيد إياد، بداية مرحبا بك. متظاهرو ساحة التحرير أكدوا مواصلة الثورة وحذروا من محاولات أحزاب السلطة ركوب موجة التظاهرات. هل ما زال بإمكان أي طرف من العملية السياسية ركوب موجة التظاهرات أم أن العراقيين قد كشفوهم؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لكم وهذه قناتكم الموقرة. أهلا بك. حقيقة كل الوجوه وكل الأقنعة سقطت بعد مزيد كورونا. يعني اليوم أصبحت كورونا، يعتقد البعض بأن كورونا جاءت بلاء وهي بالفعل بلاء، ولكن يعني لمحاسن السلف أنه كورونا وجلوس المنتفضين في يعني التزامهم بمنع التجوال وانسحاب الساحات وبقاء القليل من المنتفضين اللي احنا سميناهم نقطة الدجاج في ساحات الدجاج حتى ما تفرغ ساحات الدجاج. هذه الفترة كانت مهمة جدا، يعني وقلناها سابقا ونقولها مرة أخرى أنه من حق السهم الرجوع خطوة إلى الوراء يكون التسجيل أشد وأقوى. لذلك كل الأقنعة سقطت وكل الأكاذيب يعني لن تنطلي مرة أخرى على المنتفضين، وكنا نقول أن الثورة تطرق الأبواب وبدأت الثورة تفتح أبوابها والخيطات إن شاء الله تتواعد بشامة نساء. رغم أنها تظاهرات سلمية إلى أنها قمعت من قبل القوات الحكومية والميليشيات، تظاهرات متواصلة في البصرة، في كربلاء، في المثنى، تطالب بإقالة المحافظ والقادة الأمنيين. كيف يعني تصف دور المحافظين وكذلك دور القادة الأمنيين في قمع التظاهرات؟ حقيقة المشكلة مو يعني ما هي بالمحافظ ولا هي بالقيادة الأمن، لكن أن المشكلة في العملية السياسية البائسة، المشكلة بالانقياد. هم يملكون السلطة والمال والسحب والسلاح، ولكنهم لا يملكون الوطن. الوطن يسري مصر الدم في عروق الثوار المنتفضين. لذلك القمع اللي صار هي من ناس خارج عن القانون، لأن المتظاهر خرج وفق القانون، وفق المادة 38 من الدستور، وملتزم بالسلمية وسنبقى ملتزمين بالسلمية، ولكن الخارجين عن القانون هم من يقمعون المتظاهرين ويضربوهم بالسكاكين والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع المحرم دوليا، اللي لما نقرأ يعني الغاز بعد ما تسقط علينا حبوة الغاز هذه نقراها تبع اكسباير 2014، يعني محرمه دوليا وسامه. لذلك اللي يصير المشكله مو بالمحافظ، المشكله براس الهرم بالعمليه السياسيه البائسه. لذلك نحن خرجنا ولن نعود، حتى استرداد الحقوق المطلوبه وحتى التغيير الشامل الحقيقي والاساسي واستعاده العراق العظيم الى مكانته ويسلم هذا العراق لابنائه النشامه اللي هم اكلوا الخبز والنخاله، مو اللي اجاني على ظهر دبابه المحتل واليوم هو يريد يكون سيد علي وانا الفرد، انا ابن العراق اللي موجود هنا لاسراف هذا الوطن. يعني هناك اصرار مستمر وتمسك متواصل بمطالب الثورة السلمية رغم محاولات السلطة قمع الثورة وكذلك صعوبة الظرف الراهن وتفشي جائحة كورونا. تنبقى سلميين، ما بقينا، ما عندنا احنا مشكلة ويا ابننا من وزارة الدفاع او الداخلية، لان هذا عراقي من جنسية عراقية وهذا ابني واخويا، ولكن مشكلتنا مع من يوالي غير دولة، يوالي الغير، ما يوالي العراق ولا يحمل ذره من الوطن. احنا مشكلتنا مع هؤلاء الذين جاءوا على ظهر دقاره المحتل. احنا اليوم اطلقنا شعار، قلنا نحن شهداء نمشي على الارض، نحن شهداء نمشي على الارض. اذا هذه ان متنا فهو انتصار، وان انتصرنا فهو انتصار. في الحالتين النصر قادم ان شاء الله. بالتاكيد هذه الثوره الموت هي موته وحده، ترى إذا تسمح لي النشمي السبع أخو خيته يموت موته وحده، لكن ما تغمض عيونه لأن التاريخ يبقى يذكره، والجبان
الجباني ألف موت للساعة الوحدة، والجبناء لا يصنعون الوطن. لذلك أطلقنا شعار قلنا نحن شهداء نمشي على الأرض فداء هذا العراق العظيم اللي ربانا واللي إلى خيرات نعملها لازم على شتافنا. والعراق أمانة بركض كل عراقي غيور ما عنده ولا غير بلد ولا يكون أفضل العراق. حملت هذه الثورة بالتأكيد مثلما تفضلتم يعني القيم العظيمة، القيم في الوطنية والإصرار على تحدي الفساد والمطالبة بإسقاط النظام والعملية السياسية الفاسدة. هناك أيضا بالمقابل هجوم على يعني الطلبة المتظاهرين في كربلاء، هل ثمة رسالة مراد إيصالها من قبل السلطة من خلال يعني قمع الطلبة أيضا في كربلاء تحديدا؟ الرساله قرات ليست في كربلاء. نعم انا معك استاذ، انت تقول في بغداد تحديدا في كربلاء تحديدا، ولكن الرساله وصلت لكل ابنائنا اصحاب القمصان البيض، الثوار اصحاب القمصان البيض الذين انتفضوا وساروا مع اخوانهم ورفاقهم في كل سطوح الاحتجاج. كانت الرساله واضحه جدا بانهم يريدون اليوم يقولون اللي ما امتحن نص السنه يعتبر راتب، يعني هم يريدون يرسمون كل واحد طلع لساحات الاحتجاج، لان كانت يعني نفس الوقت بايام الامتحانات كانت الاحتجاجات. ولكن اليوم خلص في كربلاء مو غريب على الاجراء على المجرم لما يكرر جريمته مره اخرى، مو غريب. ما احنا ما نستغرب هذا الامر، ونتوقع ايضا يتكرر في السماوه والناصريه وبغداد وكل الاماكن. ولكن هي رسالة منا للأحزاب الفاسدة، نقول ستمضون ونبقى، راح نرجعكم من ما جئتوا، لكن قبل ما نرجعكم راح نحاسبكم ونملأ السجون منكم وقد الدستور والقانون، واحنا نمشي بالقانون لكن انتم تطبقون القانون، وراح تمضون ونرجعكم الى اماكنكم الاصلية اللي هي مو عراقية، وراح يبقى العراق ويرجع العراق لاهل النشام. من بغداد الناشط في التظاهرات السيد إياد الرومي، نشكرك شكرا جزيلا.